السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج سير في الأمان. سير في الأمان برنامجكم حول السلامة المرورية وأمن الطرقات. دائما نشكر كل من تفاعل معنا عبر رابط الصفحة، صفحة سير في الأمان. روحوا الآن مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الأولى، فقرة إفادة واستفادة. مرحبا بكم من جديد. اليوم مشاهدينا الكرام راح نشوفوا مفترقات الطرق. مفترقات الطرق هو المكان اللي يتلاقاو فيه الطرق وكيتقاطعوا يشكلوا لنا عدة زوايا. مفترق طرق على شكل إكس، مفترق طرق كذلك على شكل إكراك وعلى شكل تي، وهناك مفترق طرق بعدة فروع. في مفترق الطرق كاين إشارات تنظم لنا حركة المرور، وهي تقاطع طريق كثير المرور مع طريق ثانوية، والأولوية للطريق كثيرة المرور. أما في الطريق الثانوية أو الصغيرة نلقى إشارة ترك الممر أو افسح الطريق. نجد كذلك طريق مضمون ذو أولوية، وفي الطريق الثانوية نلقى إشارة قف للتوقف التام. وبين الإشارات مفترق الطرق كاين تقاطع طريقين ثانويين، تقاطع طريقين ثانويين خطيرين، وكاين كذلك تقاطع طريقين ثانويين خطيرين كثيري المرور، وتكون هنا الأولوية لليمين، أي ليكون عنده اليمين تاعو فارغ هو اللي يجوز الأول. ونطبق الأولوية لليمين كذلك عندما يعني قدام مفترق الطرق دون إشارة، وقدام الضوء الأصفر الغماز دون وجود إشارة أخرى. أما في مفترق طرق الدوراني وقبل ما نتقدم نحو الوسط، يتعين علي فسح الطريق للسيارات اللي راه تسير داخل هذا مفترق الطرق الدوراني. كانت هذه مشاهدينا الكرام مفترقات الطرق، ونشوفها بالتفصيل في الحلقات القادمة. نروح الآن للفقرة الموالية، فقرة في الميدان. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قرينا في المدرسة أنه الخطان المتوازيان لا يلتقيان، كذلك العجلات هما عجلتان يكونون خطان متوازيان لا يلتقيان، لأنه إذا تلاقوا راح يصبح مشكل كبير في المحرك وفي المركبة ككل. اليوم مشاهدينا الكرام راح ندخل إلى عالم التوازن والتوازي، باراليليزم اي إكليبراج، فابقوا معنا. Alors là, je suis sur un véhicule, une 106, une Peugeot 106. On va changer le train de pneus Diallo. On a commencé, il a des pneus qui sont usés. Bien sûr, quand on change un pneu neuf, il faut toujours changer la valve. Alors pour le montage, il faut toujours graisser le pneu pour faciliter le pneu, le montage et le démontage des pneus.
Bien sûr, il faut toujours respecter la partie extérieure du pneu. Pour la pression, on va respecter la pression qui est donnée par le constructeur, c'est 2 bar 2. Voilà, la procédure est terminée. Là, il faut faire un équilibrage. À chaque pneu monté, il faut toujours refaire l'équilibrage. Donc, on va passer pour l'équilibrage. Alors là, c'est une jante en acier. Donc, il faut mettre des masques qui correspondent. Voilà. Donc on va passer pour le réglage. C'est un pneu par 14. Voilà, et là on va procéder au lancement de la jante. Voilà, apparemment le pneu il a été bien placé dans la jante, donc on ne nous a rien demandé. Donc c'est 0-0, c'est bon. Donc elle ne nécessite pas de masse. Voilà. الاخ كريم سقسيك اسكو انت موالف تجيب السياره تاعك دير باراليليزم ايكيليبراج ولا خطره في الزمان؟ لا موالف شاك 10000 كيلومتر نجي نواسي لا كونترول ايكيليبراج باراليليزم باسكو نورمال شاك 10000 كيلومتر تي دوا فير هاد وي شاك 10000 ماشي لازم كي نحس يعني كي تحس هذيك سي تان كا اكسيبسيونيل مي بصح هي كوتيديانمون شاك 10000 وكي تحس هذوك سي دي كا اكسيبسيونيل هذوك لازم هذاك تولي اون اوبليغاسيون Mais chaque 10000, c'est pour faire le contrôle, pour être sûr que tout va bien ou il faut changer quelque chose. Ça a fait que je n'ai pas fait ça. Je l'ai vibré ou je l'ai fait ou je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui sera fait avec elle? À n'importe quel moment, tu peux te déraper, tu peux te fermer, tu peux... Parce qu'un insane n'est sûr de rien. À partir de là, il n'y a pas de problème. دونك انا اسمها هنا الا كان بدا الطوموبيل تفيبري اسمها خلاص راهي ما راهيش هي نورمال دو تاتر ستابل سور لا روت سي اني با ستابل دونك كاين بروبليم دونك اون كومونس با ليكيليبراج باراليليزم بعد سي لي ان بروبليم ميكانيك سي اوتر شوز نورمالمون سي كوم سا كو سا دو تاتر بور ايفيتي لي زاكسيدون بور ايفيتي هاد باسكو شوف لو ليسي الي هو لينمي فاتال دو اسمها دو لاتر هومان. لا عندنا كاع لي سي الي لي سي الي خليها غدوا حتى نطيحوا في ايوا على هذيك كنت تشوف فيها بوكو داكسيدون فحنا حنا نيجليجتو ما حياتنا رانا منيجليجينها دونك معنا استاذ عبد الكريم هو مختص في مجال التوازي وتوازن العجلات استاذ عبد الكريم يعني يا ريت تقول لنا كيف تساهم التوازي وتوازن العجلات في السلامه المروريه بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال بارك الله فيكم هذه حاجه مليحه اللي راكم ديروا فيها اللي خاصه تشاركوا في لا سيكوريتي روتير دونك توازن هو سي لا ماس ديكيليبراج هذيك اللي نديروها في لاجونت هي اللي تريغلي الروضه باش ما تكونش لي فيبراسيون او نيفو دو لا رو بور ايفيتي لي فيبراسيون او نيفو دو تران هادو سي بور ايفيتي لو بارازيت كي تكون تمشي 80 90 100 دونك هادوك لي فيبراسيون او نيفو دو فولون يروحوا كاريمون دونك حنايا كي تجي نمونتي او بنو ولا نديمونتي او بنو بور فير اون ريباراسيون دو رو دائما فور لو فير ديكيليبراج دو رو فوالا حاب يقول الانسان كي يكون السياره تاعو تفيبري حاب يقول ديريكتومون يروح العقل للتوازن ليكيليبراج ويجي عندكم تصلحوا له ليكيليبراج يلاه فوق صح حنا بيان سور واحد كي يجي قلنا عندي السياره تاعي تفيبري اول شيء لازم نطلعوها بور فوار صادير تقدر تكون ماشي ليكيليبراج تقدر تكون او نيفو دو تران باسكو حنا اون ليكيليبر جوست لا رو ليكيليبراج دو رو تقدر تكون نيفو دو تران تكون كاسيلان بلوك اش هذوك حنا لازم نفيريفيو وكي تكون افير ديكيليبراج دونك حنا حاجه سهله نجوزوها في الماشينه نديروا لها لي مصلحه وكل شيء يدخل في بلاصتو ما فيش حتى مشكل وفي حاله ما الانسان يكمل بهذاك ليكيليبراج اللي ماشي مليح ويبقى فيبري واش يقدر يصرى اضرار للسياره تاعو دونك ليكيليبراج كيكون مال في دونك ولا ما واش مديور كاع دونك يكونوا نيفو دو تران تكون اون فيبراسيون كونستانت والترافون تاعك يخسر كيما لي سيلام بلوك لي روتي لي طاس وهادو كاع يخسروا دونك بور ايفيتي هاد لو ديزاغريمون يفو تو توجور فير ان ليكيليبراج انا دائما كونسيي دو فير ان ليكيليبراج اونتر 10000 لي 20000 كيلومتر فو توجور اوفوار ليكيليبراج اخ كريم شفنا جبت السياره تاعك هنا غير خير وصرا لك بون انا مشي دوك انا عندي عند عمي كريم وهذا شوي فيدال عنده شوي ان كليون فيدال عنده راك شافني
دونك نيمبورت كيل فيكول ولا نكسبو اوتوماتيكمون نجيبه له يدير لي ريفيزيون يعاود لي الباراليزم ايكيليبراج تو سكي فوالا سسبونسيون اي تو يدير لي فيريفيكاسيون توتال جلوبال اي بوي فوالا سما سي اون بيرسون دو كونفيونس سمح بيقول والله يبارك ماشي سمح بيقول يوم جيت ما عندك حتى مشكل غير باش تفيريفي فوالا سي ريفيزيون يعني يعني لو كان كاع الناس هكذا احنا نلحقوا حتى نتلحق العظم وتفيبري وراح تهرب لي باش نجيبها سي موفي ماشي لازم لا لا لا, لا. لازم شغل الواحد يكون اجور باسكو على هذا الحديد الحديد هذا ما فيهش لا مانس ما شغل دي جور لوندوما كابابل تصرا لك عفسه شغل شي با انا يكون ان بيبا ولا فهمني دونك دو كو لازم فيريفيكاسيون يعني بيريوديك وبالنسبه للتوازن يعني الباراليزم يعني انسان كي يشوف الطوموبيل تاعو بدات تجبد غوش ولا دروات حاب يقول هنا المشكل في التوازي صح في التوازي واش حاب يقول التوازي هو سي لا لينيومون دي رو افون بارابور ا لاريير هي على كل حال فيها اربع نقط عندنا لا شاس عندنا الكلينيزون دي بيفو الكروساج والباراليزم دونك حنا دائما فيريفيو وانا دائما نقول لهم طلعوا الطوموبيل فيريفيو دابور لا سسبونسيون قبل ما ديروا ريغلاج كي تكون السياره تاعك مخدومه مليح دونك تقدروا من بعد تجوزها بو فيغ ان كونترول هذاك لو كونترول يسمح لنا باش نديروا الباراليزم وكي تكون مخدوم مليح الطوموبيل تمشي في لامان دونك علاش نقولوا حنا ايكيليبراج باراليز صافي تمشي دائما تمشي اونصومبل فيغ ليكيليبراج بيان سور روفوار لا بريسيون دي بنو سي الناس اللي ما يديروهاش بزاف ومن بعد اون باس لا فواتور بور فيغ ان كونترول ونظن كي يكون واحد مختص ويعرف خدمته الطوموبيل تخرج ريغلاج تاعها ما شاء الله Voilà, maintenant on va placer les griffes pour faire le parallélisme. Bien sûr, à chaque fois qu'il faut monter les pneus, il faut toujours vérifier le parallélisme. Là, on va monter les griffes. Là, on va procéder à l'angle de braquage pour voir les mesures. Exactement, pour l'ambiladi, je vois exactement HPA comme anomalie. Alors là, Hada, c'est le contrôle automobile. Hada, les premières cotes, c'est la chasse. Hada, c'est le carrossage. Hada, ils indiquent que tant que c'est bon, on fait le vert. Ça veut dire que le véhicule Hada fait une bonne suspension. Tout ce qui est tasseau, amortisseur, biellette, pratiquement tout est neuf. Mais par contre, le parallélisme, là, 1,20 degré en positif et là, 2,20 degré en négatif. Là, il faut remettre en, le parallélisme dans les normes qui sont données par le constructeur. Là, on va bloquer le volant, on va la soulever. Alors là, maintenant on vient de terminer le réglage. Les valeurs elles sont pareilles. 0,0. On a remis la voiture dans la même valeur. On va imprimer, mémoriser puis imprimer. Voilà, c'est le diagnostic du véhicule. Ça, c'est le train avant, ça, le train arrière. Ça, c'est les codes donnés par le constructeur. Ça, c'est les valeurs avant le réglage. Et ça, les valeurs après le réglage. Pour ce qui est de l'insan, il y a un homme qui ne travaille pas sur la voiture. Donc, il y a un homme qui ne travaille pas sur la voiture. Donc, il y a un homme qui ne travaille pas sur la voiture. Qu'est-ce qui est de l'insan, techniquement, dans la mécanique? Il y a un homme de la sécurité. Il y a un homme qui a une usure de pneus très, très importante. Il peut déraper. يقدر الطوموبيل يدير له اضرار في 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 لي زورغان صادير في لي بياس دو ميكانيك تاعو لا سسبنسيون لي طاسو وتقدر تروح له بعيد دونك انا نظن طونك لو بروبليم مينوب صغير دونك يفو مينيميزي لي بروبليم دونك انا نقول شاك 20000 دير السياره تاعك انا نقول لهم دائما السياره راهي ستين دوزيام فامي لازم دير لها ان بتي بورتموني باش تخسر عليها هاي اللي كيفاش الان معنا الاخ موسى هو عامل هنا في الورشه الاخ موسى حبيت نسقسيك في حاله ما الانسان يجيب السياره تاعو يقول لك يتفيبري ولا يتجبد
وفيريفينا لو ليكيليبراج، فيريفينا لو باراليليزم، وتوجو المشكل مازالو. هنا وين تقدر تروح؟ هنا تروح سيسبونسيو، عندك يا لي تريون لي سينام بلوك تاعهم قطعين، يا روتيل سيسبونسيو، يا لي زاماتيسور، يا لي باسو، يا لي بيال. كاين بزاف حوايج في سيسبونسيو، فيريفيوها نطلعوها من هنا فيريفيها وحنا نقولوا واش كاين، من بعد كي نعاودوها باش تنجح الطوموبيل تاعو ان شاء الله. دونك حاج اسكو حاجه الاولى تشوف لا سيسبونسيون ولا حتى نجوزها بار ليكيليبراج بار ليسم باش كي تكون طوموبيل مليحه نديروا لها باراليز، كي يكون عنده شويه تقربيع ولا لازم نطلعوها من هنا فيريفي سيسبونسيون باش نديروا له باراليز. كي نفيريفيها نشوفوا كل حاجه مليحه نديروا له، اذا كانت ماشي عنده سيسبونسيون عينه ما تنجحش باراليز امبوسيبل. كاين بعض احيانا يعني السياره تروح عند محل وحاجه الاولى يقولوا له بدات الطوموبيل تاعي تفيبري، حاجه الاولى يروح يخدم الفيبراسيون تاعو يعني يخدم المشكل هذاك، ولكن يقدر يكون المشكل في العجله. مي فيريفيش مين بار لو بنو اسكو يعني لا بريسيون تاعها ماهيش اديكوات ولا يروح ديريكتومون. احنا صراونا دي بروبليم، كاين بزاف ناس يجي يقول لك عندي كروفيزون كي نحو الرودون سيبو ينيرني من الداخل نصيبو بنو ديفورمي، هادي سي دو بوتيتر سوا سوا ما لورغانيزاسيون ستادير تاع لو بنو الى ايتي مال اونتروتوني سوا لا بريسيون دي بنو سوا لو بنو الى با ايتي بيرميتي باسكو لا بيرميتاسيون تلعب دور كبير. حنا انا دائما نقولها فير لا بيرميتاسيون كونت اي ساجي دان ترو نوف باسكو لو ترافون اي لي توجور سوليسيتي بار رابور ا لاريير، دونك البنو تي كانوا يخدموا لافون يروحوا يريحوا واللي كانوا مريحين يروحوا يخدموا. Donc, il faut faire au moins chaque 10 000, 20 000 km. Pour, parce que la voiture elle est posée sur quatre surfaces d'une main. La surface, elle est tombée à Sierra. Donc, le moyen, c'est de dire qu'il faut savoir que la Sierra est une grande chose et qu'elle est juste à l'pneu. Donc, il faut avoir de très bons pneus pour avoir une bonne tenue de route sur la route. والواحد لازم يروح لعند واحد مختص كمان، ماشي يروح لامبورت لوكي هكذا، لازم يكون واحد مختص يعرف خدمته هكذا باش يدير ان بون دياغنوستيك، باسكو لي فو دياغنوستيك كاين بزاف، يقدر يقول لك عندك روتيلا ويا ماهيش روتيلا، سي ان اوتر بروبليم، دونك سي بور سا انا نقول لهم يفوت تروحوا دائما عند واحد مختص. هذا عنده تقربيع في لاسيسبونسيون، جا باش نفيريفيها له، عنده لي سينا بلوك تاع لي تريونغ مطردقين. عنده شويه جوف لي طاسون قد يبدل لي طاسون مع لي رول متاعهم. انا يا عنده شويه جو ما يجيب لنا لي تريون كومبلي باسكو تريون كومبلي يجي فيه لا روتيل مع لي سيلان بلوك يجي كامل. شفنا بعض المحلات اللي يعني تقوم بالتوازي والتوازن عندهم المعدات يعني الماتريال تاعهم ربما ماهوش ميم لي با كونترولي لي با ايطالوني دي فوا فوالا. دونك اسكو لازم هاد الشيء مهم ولا بيان سور يعني كيما سورتو خاصه لي ماشين تاع ليكيليبراج هذوك لي فيكول الرواد كيكونوا كبار وصغار وتجوز بيريون باغ اكزومبل 200 ولا 300 رو. دونك نهار دير لي طالوناج لا بروميير فوا ومن بعد سيرتان تور دو ماشين لا فوا لي طالوناج دو لا ماشين اي فوا تخفو. دونك يفو روفوار توجور يفو روفير لي طالوناج دي ماشين سو خاصة تاع ليكيليبراج دير ان فو ايكيليبراج ومن بعد يخرج كلش فو لا باس تاعو. دونك فو سبور سا انا نقول للمختصين كيما حنا ما نقول ساعة على ساعة مي او موا خطرة في العام الواحد يدير لي طالوناج كي تري سامبل زافي لا ماس دو 60 غرام يقدر يديرها فاسيلمون هو افيك اون جونت يقدر يديرها فاسيلمون وحده بلا ما يختص مختص باش يديروا لي طالوناج. سيك الاسم كريم عزوز الاخ عزوز البرمي تاعك قديم جديد من 82 82 الله يبارك راك اونسيان الله يبارك. اسكو مازالك شفيق على المرور اشاره المرور راحوا ومازال وي باغ اكزومبل على سبيل المثال سيدي الباساج افسح الطريق كيف زعما دوك نرسموه هنا كيفاش نرسموه اسكو مثلث مربع مدرب مثلث كيفاش هكذا مثلث هو مثلث مثلث هكذا واقف ايزوسيل ان تريانغل ايزوسيل متوازن الاضلاع طري بيان باش المشاهد يفهم فوالا باش المشاهد يفهم طري بيان. دونك مثلث واقف هكذا واش من اللون تاعو؟ اللون تاعو اصفر اصفر ولو فون ولو فون اللون تاعو لا لو فون جون اصفر ولونتوراج تاعو بالبلو بالبلو وبارفوا تلقى سيدي الباساج ومن بعد ستوب 150 متر تسمى هنا الاولويه تروح كومبليتمون
مي الاخر يلفو لازم الانسان يحاضر على روحه il fait s'engage pas c'est des passages c'est un petit stop si on يعطيك الصحه الاخ عزوز بارك الله فيك شكرا جزيلا سقسيك الاسم كريم امين الاخ امين البيرمي بون عندك بيرمي وشحال واش من عام جبتو 2011 2011 وتلت بون سيدي الباساج توتو يكون احمر لو فون تاعو بلون واش مرسوم الداخل سيدي الباساج مرسوم سيدي الباساج كيفاش لا مكتوب سيدي الباساج مكتوب سيدي الداخل الداخل مكتوب اون اراب ولا اون فرونسي يعطيك الصحه يعطيك الصحه الاخ بارك الله فيك شكرا بارك الله فيكم شكرا صحيح صح اخ موسى البرمي تاعك شحال عنده عنده 11 سنه لسنا الله يبارك لك اونسيا اسكو مازال شافيش قانون المرور اشاره المرور ولا راه مازال شافيش فيها راك تسوق راك تسوق يعني انزاني سوق فوالا باغ اكزومبل تيتر ديكزومبل سي دي الباساج افتح طريق دوك نرسموها كيفاش الشكل تاعها كيفاش يكون يا بالي 11 سنه عندها بزاف سي دي الباساج سي دي الباساج كلت مربع ودويره سي دي الباساج تجي مثلث شغل مقروطه بالاصفر مقروطه بالاصفر تقريبا مقروطه شغل كاري كاري هكذايا بالاصفر داخل صفر واللونتوراج تاع المقروطه هذه احمر احمر موسى يعطيك الصحه وبون كوراج وربي يعاونك في الباراليزم اي ليكليبراج اي سورتو لا سيسبونسيون شكرا استاذ عبد الكريم نسقسيك على رخصه السياقه بون اسكو عندك رخصه سياقه حاجه طبيعيه لا طبيعيه واش من عام جوزتها 1980 80 سوا سوا اه الله يبارك راك قديم زعما نقولوا يعني نقدر نعرف وين جوزتها جوزتها كان واحد لوطو يقول هنا بكري جوزناها قول خويا باسكو انا نعرف بلي الاخ تاعك خويا نوردين خوك نوردين كان اوتو ايكول اوتو ايكول ادويك نوردين ربي يذكره بخير روي روترات ربي ان شاء الله يذكره بخير ويعطي له الصحه والعافيه الله يسلمك الاخ نوردين اسكو مازالك شافي على لي بلاك شويه راك تعرف دوكا واحد كي يكبر مازال نسوقوا على كل حال بصح لي بلاك اسونسيال نخدموا بهم نورمالمون خوك اوتو ايكول نورمالمون تحشمناه ان شاء الله صافا اليوم رانا نهضروا على سيدي الباساج ويعيطوا له كذلك افسح الطريق ويعيطوا له كذلك ترك الممر دونك انسان لازم كي يشوف هذيك البلاكه لازم يخلي الطريق للناس اللي هم جايزين باش يروح هو دونك البلاكه دوكا نوصفوها باسكو راه واش راح تقول لي راح نرسموها دوكا نرسموها كيفاش نرسموها الشكل تاعها اسكو مثلث دائره ولا مربع هي تريانغل الونفير تريونغ تري بيان دونك تريونغ ماشي قباله دونك تريونغ الونفير نعم لو كونتور تاعو لو كونتور تاعها جاي روج روج تري بيان نهضروا على لو فون اون بلون اون بلون دركا لو فون بلون هذاك اسكو مكتوبه حاجه ولا مرسومه حاجه لداخل لا ما مكتوب والو والو ابسوليمون هذيك هي إجابة صحيحة أستاذ عبد الكريم يعطيك الصحة وهذا الإنسان كي يشوف بلاكة هذه باش الناس تعرف لازم يخلي الطريق للناس جام جايين كوش دروات هي الفرق بينه وبين ستوب ستوب لازم تحبس سي اوبليغاتوار تحبس كاي سياره ولا ما كاش لازم تحبس تماركن لو ستوب تاعك سيدي الباساج نو الا ما كان حتى واحد تقدر تروح ترالونتي الا كاين واحد كوش دروات هنا تحبس خليها يروح نعم فوالا يعطيك الصحه السلام عليكم وبارك الله فيك شكرا صحيح الى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه حلقه اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا في مجال السلامة المرورية وفي مجال التوازن والتوازي السيارات وإلى عندكم كاش اقتراح تساؤل انتقاد رسلونا عبر رابط الصفحة إن شاء الله عرفتوا كذلك وتاش تجيبوا السيارة تاعكم باش ديروا لها كنترول في الباراليليزم وفي الإكليبراج كان معكم ياسين حبي دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم وسير في الأمان
الكبير